سلام ستة الصباح هادي اليوم كنت بينت مع الدري صاحبي وما نعاودش لكم الاخوان على برد كاين هاد الايامات. مشيت توضيت وصليت صلاه الصبح، ما مشيناش للجامع اليوم الله يسمح لنا، صلينا غير في الدار الله يتقبل من الجميع. لبست الحويجات ديال الخدمه وتكبط ليا مزيان ومشيت فطرت فطور متواضع، واول حاجه غندير هي غنمشي نحسن. من بعد ما حسنت مشيت حليت المحل، عيط ليا الخال ديالي كان كيسبغ فيها الطوموبيل البارح وصباط عليها الشتا، وعيط ليا قال لي اسامه جي ستيكي الطوموبيل. احنا موكلين على الله دابا خدامين كنستيكو في الطوموبيل، علاش كنقول لكم الصنعه المغنات كتعيش؟ والانسان هو اللي يدير شي صنيعه تحت من ايدو فاش ما كان، هي الحلاقه هي طولي هي ميكانيسيان فاش ما كان، باش ما كانت عندك الصنعه باش ما مزيان. هو بريكول فيه ساعتين تاع الخدمه كتدبر فيها على راسك. دائما في الصيف فاش ما كيكون عندي ما يدير كنهود عند الخال ديالي نتعلم صنيعه، وهي دابا جابتها الوقت. ومرحبا باي واحد بغى يستيك الطوموبيل ديالو ولا بغى يصبغ. المهم من بعد ما استيكينا الطوموبيل اول حاجه درت جا عند الدري صاحبي، مشينا للمسجد صلينا صلاه الظهر. جيت للدار لقيت الوالده مسكينه مطيبه لي الغدا، خلات لي حقي، راكم عارفين هاد الايام كاين البرد مطيبه غير القطنيات. من بعد ما تغديت جا عند الدري صاحبي قال لي يا اسامه يلا نمشيو نترينو، هذاك الشيء راكم عارفين ماشي من العاكزين انا. درت انتوني ومشينا لواحد العقبه وبدينا خدامين فيها. راه في اي مين فلوق تلقاني درتو تلقاني حاط لك فيه ضروري شي لقطه فيها لونطريم. راه برد شتا الصيف ما عنديش مشكل، وقت لونطريم لونطريم. والدراري اللي مبليين وكيشوفوا في هاد لا فيديو راه غنطلبوا لهم العفو والهدايه، ربي مني كيجيب العفو راه كيجيبوه بمره. تريني مع شيرك في الاول غادي مجمعين مزيان، كيدخل معاك شويه الزيت شويه القاسه، والله ما نخدر خارج كل المبرد، كلمه ديك الاخره ما تقدرش تخرج. واه عرفت شنو هي الصق ديال وصح، والله تنسقت بالله انا فين نشفو عليا برك هذا قرعه ما شاء الله. ولكن راه مني كتحط راسك على الخدمه تشوف راسك كرينيت راه يا سلام وحق قرك حياه الله الحياه. من بعد ما سريت لونطريمون جيت للدار دوشت ولبست حويجاتي وجيت للمسجد صليت صلاه العصر. وهذا المسجد اللي كنصلو فيه دائما شحال ما بقات نقه، وطاحت علي واحد الفكره قلت للدراري علاش ما نتعاونوش حنايا كاملين وننظفوا هذا المسجد. قلت لهم هذا غير المسجد ديالنا اللي كنصليو فيه، لما نظفناش حنا راه ما كاينش اللي غينظفوا. قلنا واخا ننظفوا غير النص اليوم ومره اخرى ننظفوا النص الاخر. الحمد لله داز الامور على ما يرام واجرنا كاملين عند الله، ما فيها حتى شي عيب تحيد ساعه ولا ساعه ونص من وقتك ديرها بحال مكونكتي في التليفون. جوج اربع الدراري ولا خمسه الدراري المسجد اللي كتصلوا فيه وتعاونوا فيه راه اجركم كامل عند الله. عرفت شناهي جيت نظف مسجد بزاف والله اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. من بعد ما كملنا ونظفنا المسجد واحد السيد يلاه حل حدانا جديد كيبيع خرينكو، وراكم عارفين كناكلهم غير في الاسواق الاسبوعيه. غنمشيو عنده دابا صافي لنا شي حمايره الله يكبر فيك فلوس الله يكبر فيك. شنو بسم الله الله يحفظك ليا. هاو بسم الله عطيهم على السنيده يا سلام ابغى شي بريد ديال اتاي هذا وريح. جيت للدار عمرت واحد البراد تاع اتاي وشديت عليه السوم. هيا 10 دراهم فيها الخير والبركة بسم الله الله عطيني دكه كبيره خاصه مع نسيت انا قبلها هاكا نقول صاحب الحياه حياه رصيد. جا تراكني الدري صاحبي باش نمشيو للمسجد نصليو صلاة المغرب، ما كاين ما احسن نصلي الصلاة في وقتها. الدراري صحابي شادين واحد الساعة ولاعبين ماتش وعيطوا لي باش نجي نقصر معاهم. شوف غير واحد الملاحظة، واخا تكون خدام واخا تكون تريني ويقول لك الدراري جي قصر معنا ماتش تاع الكورة، واخا تكون عيان راه بز منك غادي تقصر ديك الماتش ديال الكورة. راكم عارفين راه الكورة هي المتنفس الوحيد عند الدراري، راه الكورة اللي هي شي حاجة بزاف عند الدراري، لا فاش كتلعبها ولا فاش كتسيبورتي الفرقة ديالك ولا كتفرج فيها راه المتعه. نخليكم مع الاجواء ديال هذا الماتش وقولوا لي في لي كومونتير واش باقا اللمسه ولا لا، والسيبور ديالكم هو اللي كيخليني ندير لي ميني فلوغ بحال، ونتلاقاو في ميني فلوغ جديد ان شاء الله. تهلاو.